تفضل سي عبد الوهاب معنا ما هيك. اي معك سي عبد الوهاب الهني ما هيك. حبيت نعزي الاخت مها ونحب نقول لها لينا تجولت في دول في العالم وابناء الشهداء يسميهم لي بوبي دو لا ناسيون، يعني عين المم نتاع العين، يعني تفرح بهم الدوله تعطيهم منحه باش يكملوا قرايتهم تتلهى بهم باش يعيشوا معززين مكرمين، لان هذوكم اللي اعطاوا دمهم من اجل الوطن ومن اجل الامه. وان شاء الله سلطاتنا الشرعيه المقبله تكون من اولى قراراتها ان تكرم ابناء الشهداء وعائلات الشهداء، وان ذكرى الشهداء تبقى حيه. اذا كان المولى عز وجل قال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون، فباولى ان يكونوا احياء عند شعبهم ايضا، احياء مش بدق الحنك وبالبينس نتاع الفولكلور نتاع القذافي اللي جاي سكن في قرطاج، بالمبادئ الحقيقيه وبالاجراءات الحقيقيه وبالالتزامات الحقيقيه للدوله. وتاكد يا لالا مها اللي بوك راهو ينتمي لعائله كل تونسي، انت اختنا واليد في اليد ان شاء الله نبنيو الامل نتاع بلادنا اللي مات من اجله بوك. والله يرحمه والله يرحم شهدائنا الكل. سي عبد الوهاب متاثر برشا. مها تقعد معنا. زياد الهيني زاد يحب يقول لك كلمتين، تفضل زياد. أنا حاب أقول لك كما هي أنا راني فخور ببوك